بس اريد اقدم ابو عائشه يرد عليك وردهم كلهم في واحد. تفضل ابو عائشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بالشيخ عبد العزيز الواضح ابو عائشه الواضح في عقائده، هذا محب لي يزيد واضح. تفضل شيخنا. يموت عليه. الموضوع هو الموضوع هو في السب او الموضوع في الحسين وقضيته؟ الموضوع هو هو احنا موضوعنا كان الحسين عليه السلام، الأخوة طلبوا في السب فانتقلنا الى موضوع السب لإقامة الحجة عليه، لكن موضوعنا في الحسين سلام الله عليه. تفضل. طيب انا ساتكلم عن علاقة الحسين والحسن مع معاوية رضي الله عنه. ايه شوف، بس ارجوك قبل لا تتكلم تذكر المصدر مع السند شيخ ابو عاشر. هناك علاقة طيبة جميلة جدا، وردية وردية شوي، لكن انتم الشيعة سبحان الله ضخمتم الموضوع وان في قتل وان في سب. اسمع، اي قال الحسن على معاوية وين وين؟ قال بيا جريدة، بيا جريدة شيخ ابو عاشر، باي جريدة هذا الكلام؟ لحظة انا اتك بس اعطيني، بس اعطيني اسم الجريدة ورقم الطبعة. رحمة على والديك، اقصد اسم الكتاب، اسم الكتاب ورقم الصفحة والسند. طيب اولا اعظم حديث، حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل العظيم الحسن ابن علي رضي الله عنه، الشخصية اللذيذة الجميلة المحببة للنفس، الحسن ابن علي الذي لا يحب الدماء ولا يحب العنف ولا يحب، ولهذا ماذا قال عنه النبي؟ إن ابني هذا سيد. الحسن أعطي السيادة مرتان، يعني الله الرسول أعطاه مرتين سيد، سيد مرتين، إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال النبي. ألا تعلمون أن الحسن بن علي اتخذ هذا الحديث وصية، كأنه يرى أن النبي يوصيه بأن يحقن دماء المسلمين؟ فكيف تقولون أن النبي كان يحب خروج الحسين؟ ومتى كان النبي داعية فتنة؟ ومتى كان النبي داعية للخروج؟ حاشاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الإمام البغوي في شرح السنة عند تعليقه على هذا الحديث إن ابن هذا سيد، قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن علي. يعني سبحان الله، صدقت صدق في الحسن بن علي وليس في غيره بتركه الأمر حين صارت الخلافة إليه خوفا من الفتنة وكراهة لإراقة الدماء. فأين من يبحث عن إراقة الدماء ويخرج ويقتل؟ هذه أمور الله المستعان. طيب الآن نأتي إلى إكرام معاوية للحسن والحسين. يقول دخل الحسن على معاوية فقال معاوية لأجدينك بجائزة لم أجد بها أحد، أجدت بأربعمائة ألف أو أربعمائة ألف فقبلها. وعن جعفر بن محمد عن أبيه، شوف السنة، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كان يقبلان جوائز معاوية. هذا الذي يأكل الربا عندكم، هذا الذي يشرب الخمر، يقبلون جوائزه، الله المستعان. أنا أقول كل ما تذكرونه عن معاوية وعن يزيد ليس له شيء من الصحة، وهناك من يكذب هذه الروايات ويدحضها. طيب معاوية رضي الله عنه يأمر للحسن بمئة ألف فذهب بها إليه فقال لمن حوله من أخذ شيئا فهو له، وأمر للحسين بمئة ألف فذهب بها إليه وعنده عشرة فقسمها عليهم عشرة آلاف عشرة آلاف، وأمر لعبد الله بن جعفر بمئة ألف. وكان معاوية رضي الله عنه إذا تلقى الحسن بن علي، يعني إذا تلقاه وهو يأتي إليه ماذا يقول له؟ مرحبا وأهلا بابن رسول الله. وإذا تلقى عبد الله بن الزبير قال مرحبا بابن عمة رسول الله. وأمر للحسن بثلاثمائة ألف وعبد الله بن الزبير بمائة ألف. ولقد أقر علماء الطوائف المختلفة بعطايا معاوية رضي الله عنه للحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. ومما يدل على حب تقدير معاوية للحسن، أحمد من الذي رواها يا حاج معاذ؟
أبو عاشة، أبو عاشة، أبو عاشة، والله العظيم أنا الآن من أخابر يهودية ولا عندنا إنجليزية أيضا تقول لي مرحبا. إذا معاوية قال للحسن مرحبا يعني تفضل سيدة تفضل. معاوية مرحبا. رواية هذه رواية شيخ أبو عاشة، شيخ أبو عاشة، شيخ أبو عاشة. هذا الكلام اللي ذكرته، اللي ذكرته الكلام أنه الإمام الحسن والحسين عليه السلام ذهبوا إلى معاوية وأعطاهم جوائز. طيب، وهذا الكلام الفسل الذي ليس عليه دليل ما أرد عليه، لأنك لم تذكر مصدر، لم تذكر مستند، لم تذكر سند ولا أي شيء. ذكرت فقط مسألة واحدة وهي حديث إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث اللي دائما يستشهد به السلفية. طيب، هذا الحديث راويه أبو بكرة. إخواني يا مشاهدين يا كرام، أبو بكرة هذا الرجل صحابي، نبيع ابن الحارث، هذا الرجل صحابي. شنو قضيته هذا الرجل؟ هذا الرجل له ثلاثة أخوة كلهم من أم واحدة، وهذه الأم هي سمية. أبو عاشة سوميوت، شوش على صوت السيد سوميوت. نعم، هذه المرأة هي سمية، ولذلك كان من الذين مارسوا معها الرذيلة أبو سفيان. لذلك معاوية، ويشهد بذلك حتى ابن تيمية، أبو عاشة ما يخطئ ابن تيمية، وحتى في صحيح البخاري الولد للفراش والعاهر الحجر يذكر قضية زياد في البخاري، نفس البخاري في مسند أحمد بن حنبل يذكر هذه القضية. طيب، شنو القضية؟ أنه أبو سفيان كان مما واقع هذه المرأة، فلذلك معاوية في أيام خلافته ادعى زياد بأنه أخوه، لأن أبو سفيان واقع سمية والدة زياد في الجاهلية. هسه هذا بحث آخر، كلام آخر. هذول الأخوة الأربعة كانوا وين؟ كانوا يسكنون قرب مسجد البصرة. من كان والي المدينة، والي البصرة؟ كان والي البصرة الصحابي المغيرة ابن شعبة. قرب المسجد كانت هنالك امرأة، طيب، زوجة الصحابي أبو جميل، وهي أم جميل بنت الأرقم. جاء المغيرة ابن شعبة ودخل الدار المحاذية للمسجد، ففطن له الأخوة الأربعة، فتسووا وشاهدوا المغيرة ابن شعبة يفعل الفاحشة مع أم جميل زوجة الصحابي أبو جميل. طيب، فالرواية ثابتة؟ لا لا لا، الرواية هذا الفعل ثابت. لا، الرواية رواية أن هذا ابني سيد، لأن عن طريق هذا الذي اتهم. ها، الرواية عمن؟ عن طريق أبي بكرة. عن طريق أبي بكرة، عن طريق أبي بكرة. أحسن، أحسن، أحسن. عمر بن الخطاب استدعاهم للشهادة، استخدمهم للشهادة، فشهدوا الجميع إلا زياد. لحظة سيدنا، يعني القصد من الجمهور، القصد كلام السيد أنه أبو عاش عندما قال أن هذا ابني سيد، الرواية اللي استدل بها هاي عن طريق واحد اتهم أناس بالزنا وشهادته لا تقبل، فإذا هو على فرج. نعم نعم حاجة، تفضل كمل. إذا هو على فرج لم يؤمن على فرج على اثنين، شلون نقبل على أمة كاملة؟ هذا كلام السيد ميثم. أحسنت حجة، الله يديك على التوضيح. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. وأبي بكر فاسق، لماذا؟ لأنه جلد وضربه عمر بن الخطاب الحد، وكل هذا بالدلائل الصحيحة. ابن حجر في فتح الباري يصحح هذه القضية، ويذكرها القرطبي في الأحكام باختصار، بس أقرأ لك شيء من كلام القرطبي حجينا عن الواقع. يقول القرطبي
في هذا في هذا الباب، ويذكر انه من حجر في فتح الباب. لو تتكلم من الان يا سيد ميت، لا 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 تقاطع ارجوك، ارجوك 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 لا تقاطع، ارجوك ارجوك لا تقاطع يا شيخ. سيد ميتم، نحن عاش ابو عاش، لحظه سيد ميتم والله، خلي من هاي الواقع، لحظه ابو عاش، خلينا انا ارتب البرنامج. ابو عاش لا حول ولا قوه يا اخوان، ساعدوني سيدنا. انت الان اللي تريد ان تقول انه هذا اتهمها وان هذا الحديث لا يصح. سيد انا الان اسالك سؤال على الحديث. النبي قال وعد في البخاري، الحديث البخاري حد وعد البخاري، اي في هو يقبل البخاري. سيدنا الان النبي قال البخاري لو ضرب به مجنون لافاق من جنونه، البخاري لو ضرب به مجنون لافاق من جنونه، يعني البخاري اصح من كتاب الله شيخ. اقول لك سيدنا، سيدنا بس لحظه سيد اخوان، يقول البخاري اذا ضرب به مجنون لافاق، لا ليش بالسعوديه وبالكويت وبالهذا مجانين، كل واحد يلزم البخاري ورقع على راسه وما تصير ابدا لا شم. هذا البخاري يا رجل، هذا البخاري ضربه اي واحد اضربه بالبخاري صحي، شنو هالكلام هذا؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول فلا تقبلوا لهم شهاده واولئك هم الفاسقون، ويقدم كلام البخاري على كلام الله تبارك وتعالى، اي غلو هذا؟ الله يقول الذي يحاد في مساله القذف هذا لا تقبل شهادته، يقول لك لا انا اقبل شهادته لان روى له البخاري، روى له البخاري ومات ولم يتب. شوف حجينا في احكام القران ماذا يقول القرطبي في احكام القران، يقول ورد عمر شهاده ابي بكره، رد شهادته، ما قبل شهادته عمر في مسائل اخرى غير هذه القضيه، كان مردود الشهاده، ورد عمر شهاده ابي بكره وكان يقول له تب اقبل شهادتك، فيأبى حتى كتب عهده عند موته هذا ما عهد به أبو بكر نفيع بن الحارث وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن المغيرة بن شعبة زنى بجارية بني فلان. شلونك بهذا الكلام؟ ها؟ إلى أن مات. أرد عليك، أرد عليك. لحظة لحظة، أصبر أصبر أصبر. يقول القرطبي في مسألة الشهادة، يقول فبدأ بأبي بكر فشهد له إنه رأى، ما أقدر الألف بالكلام، أتركه. إذن أخواني الخلاصة إن رأى شنو؟ سيدنا تموت الطين، الناس تعرف رأى شنو يعني، رأى الفرج قصدك؟ حجي لو بس الفرج شوي، مشكلة كلام صعب جدا ما يقرأ. هي موجودة، موجودة الكلام موجود. نعم موجود. الله خليه أنا أشوف، خليه تقدر تخليها عش ما عندك انت، ما تقدر، يلا يعني رأى الكذا والكذا. يقول فبدأ أبي بكر فشهد عليه إنه رآه بين رجلي أم جميل وهو لا ذكر، لا سيدنا مو عندنا عوائل، شنو رآه بين رجلي سيدنا؟ الله يرضى عليك، 100 مرة أقول لك سيدنا، يعني ابو عائشه معقوله هذا رأى؟ معقول؟ اسمع شهاده زياد حجي، هاي شهاده زياد مهمه ولاجلها عمر قسمط الحد. لحظه شهاده زياد مهمه ولاجلها عمر اسقط الحد. شنو شهاده زياد التي من اجلها؟ لحظه، شنو شهاده زياد حجينا حج وعد؟ ما هي شهاده زياد التي قبلها عمر ولذلك انه كانت عنده شهاده زياد منجيه للمغيره؟ ما هي؟ قال ثم دعا بشبل بن معبد فشهد بمثل ذلك، مثل نفيع، وشهد نافع بمثل شهاده ابي بكر، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم، ولكنه الاول الثلاثه الاخوان قالوا رايناه كالميل في المكحله، قال هاي شهادتهم. حينما جاء الى زياد وعمر استبشر بشهادة زياد وبها نجى المغيرة، ماذا قال؟ ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم، ولكنه قال رأيته جالسا بين رجلي امرأة، فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان. وبعد ما أقدر أكمل، إيه أدري شو يسوي يعني في هذا المكان، ها؟ يقول أنا ما شفت فعله، بس شفت قاعد جالس بين قدميه، بين رجليها وقدميها تخفقان. على اي حال خلينا نشوف عمار. بسم الله الرحمن الرحيم.
حجينا حج واحد اذا في مجال، بس انا ثلاث دقائق واترك المايك بس ضروري. حجينا يلا ايه بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، حيا الله حجينا حج واحد، حيا الله سيد ميثم، حيا الله الاخوه العساء. من معي؟ من حضرتك؟ من حضرتك؟ من معي؟ انا القدس. القدس حياك الله اخونا القدس، اهلا وسهلا بك، تفضل. الله يحييك، حياك الله حجينا. شوف حجينا، انا لما اسمع الى ابو عائشه وامثال ابو عائشه الذين عندهم مشكله مع اهل البيت مستعدين يكذبون على اهل البيت ليل نهار، الان كذب على الامام الحسن، قال الامام الحسن لم يقاتل، قال الامام الحسن لم يرفع السيف، هذا النوع من الكذب على اهل البيت، هذا يدل على انهم فيهم حسيكه على قولتك انت حجينا حج واحد. انا اليوم لما ياتي حديث بالبخاري الذي هو يعتبر يعتقده يقول لك ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد. اسمع، لا تقاطع، لا تقاطع، ما قاطع الناس في صحيح البخاري، لا تقاطع في صحيح البخاري. انا اصدق ابو عائشه ولا اصدق صحيح البخاري، بس ابي ابين لكم هذا الكلام المخملي، الكلام المثالي، الكلام المدري شنو، هذا الكلام الذي لا ما ذكر له دليل اصلا. في صحيح البخاري عن طبعا ابن شبرمة، فقال أدخلني على عيسى فعضه ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن ابن علي، هذا بالبخاري رضي الله عنهما نقول عليهم السلام، إلى معاوية بالكتائب، إلى معاوية بالكتائب، فقال عمرو بن العاص معاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تبر أخراها، فقال معاوية من لذرار المسلمين، فقال أنا، الحين استخدموا الحيلة ليوقفوا الحرب، أنا، فقال عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح، قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. طبعا ابو بكر هذا شهادته باطله، ولكن احنا علينا من اصل الحديث، هذا كلام ابو بكر. فاذا الكتيبه بعد الكتيبه، ويقول لا الامام حسن ما رفع، الامام حسن هزم معاويه لولا الحيله التي استخدمها ابن العاص، هذه مساله. المساله الثانيه، شوف كل ارباب التاريخ ينقلون، شو يقولون كل ارباب التاريخ؟ هذا انا اعطيكم فقط ابن زرعه، زين ابن زرعة يقول أو أبو حاتم بعجالة وأخلص، وكان الحسن بن علي يمشي الأمور بالعراق إلى أن دخل سنة 41 فاحتال معاوية في الحسن ابن علي وتلطف له، هذا أبو زرعة الرازي يقول، وهو من السلف، سني سني، هذا سني أبو زرعة مولانا، إذا قال أبو زرعة الكل يسكت، حتى أحمد بن حنبل يسكت، حتى أحمد بن حنبل البعض أصلا يقدم كلام على كلام الصحابي، صغار الصحابة البعض يقدم كلام، أبو زرعة إذا قال الكل يسكت، فقال وخوفه، شوف يقول فاحتال معاوية. أبو هاشم قبل أن تكمل السؤال إليك وأكمل الرواية، في الرواية اللي جابها الأخ أبو عائشة، أنا حقيقة أريد وقفت عند هذا اللفظ وصلح لي، يقول إن ابني هذا، طبعا هي الرواية لهم للبخاري وتفيدهم وبخاريهم، لكن الشاهد يقول إن هذا ابني سيد الأمة كلها، البخاري الأمة كلها، لا ما هو الأمة بس، لحظة أبو عائشة ورا ما يكمل أشكل القدس، السؤال للقدس أبو هاشم البخاري يقول النبي لعل الله، لعل يعني شنو؟ النبي شاك شنو؟ لعل يعني أنا الآن هذا نبي شكاك، يعني لعل يصلح، يعني شنو؟ يعني لا، لعل النبي ليس بشكاك، لعل يعرف أنه غدر معاوية، هو يريد أن يقول لعل، ولكن الطرف الثاني لا يقبل، لما يصير الطرف من الطرفين والطرف النقيض يصير لعل، ولذلك قال الإمام الحسن هو. وبعدين شنو يصلح الله على يدي فئتين عظيمتين؟ فئتين عظيمتين يعني جيشين كبيرين، ويعني معاوية من الفئة العظيمة، لا يعني جيشين كبيرين، فئتين عظيمتين يعني جيشين كبيرين. وإلا أنا أسأل، هل كل من كان مع الإمام الحسن كان عظيم؟ هل كل من كان مع معاوية كان عظيم؟ لا، فيهم المؤمن فيهم المنافق فيهم الصالح فيهم طالح، ولذلك المقصود فئتين عظيمتين يعني جيشين عظيمين.
أنا أذكر لكم ما قاله أبو زرع حتى تعرفون كلام كلام أبو عائشة كلام ليس علمي. أبو عائشة لا يذكر كلام علمي. أبو عائشة يبتر الأحاديث. اليوم أنا ناقشت بتر الحديث عندما حصرته في بتر الحديث عرب. شون هو سني إمام مسجد شون ما يذكر سني؟ عمي ما يذكر يبتر بتر حديث عبد الله بن عباس بتر حديث يعني يا أخي يكذب على ابن الزبير. يقول ابن الزبير كان نصح الحسين أن لا يخرج. كذب عليه. الشهرة التاريخية أن ابن الزبير كان ينصح الإمام الحسين لقتال يزيد. هذا رجل لا يذكر الحق. لازم أنت توقفون على نقطة نقطة. كل كلامه 90% كلامه خلاف الحق. إمام مسجد أخونا إمام مسجد إمام مسجد يا عمي مسجد ضرار. أنا أقول لك شيء أخي. أنا أقول لك شيء مولانا يا الله مع الله ومع نفسه. هذا الرجل الآن أمام هالملايين أمام هالآلاف التي تسمع هالآلاف التي تسمع لهذه النقاشات يكذب على الآلاف. يقول أن الإمام الحسن لم يخرج في قتال وخش وسوالنا نرجسية وسوالنا مخملية وسوالنا من هذا هالكلام من هذا الكلام المثالي. عمي بالبخاري يقول كان يأتي بالكتيبة وراء الكتيبة ما قدر عليه معاوية. عمرو بن العاص قال بآن له. يعني هذا كلام ها كلام أبو عائشة كله كذب؟ خلي يعطيني شيء واحد من كلامه يأتي بدليل. كل أقول البخاري كذب. زين إلى الآن يلا 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 خلينا نبدأ من ما انتهى بالرجل. إذن يا أخوان بس خلينا نكمل الكلام. الان اخوك الشخص لان حيلة ابن العاص انطلت على المعصوم خلينا نكمل كلامي. كمل. هذا الرجل الآخر وعبد اللامي لابس قاتل ما شاء الله اليوم لابس رباط أسود وكذا. يا أخوان أنتوا شو تناقشون؟ أنتوا ناف مكذبين في سر القرآن. أنتوا مشركين بابا. روحوا شوفوا وضعكم شنو. روحوا شوفوا وضعكم شنو. تركت بمواضيع تاريخية كلها كذب وترياء. وكل من يقرأ التاريخ من جانبه وكل من يكتبه من جانبه وكل من يسوي من جانبه. تعال احكي لنا بالتوسل بابا. تعال احكينا الآيات القرآنية اللي تكفركم واللي تخليكم مع المشركين. بابا انت ايش تسوي انت لابس قاط ولام من العالم وكذا وحق ومارك الله بيك بالله ما يخاف. خلوه يا اخوان يا اخوان طيب يا اخوان هذا الوجع خليه مخطيه هذا كمل واحد ما شفتها يحرك ولك انت ما تحسي والد انت ما تجيين مذهب تحكي لي بامور تاريخيه. طيب فتنه صارت وشنو يعني ما ماتت كل القبائل وكل الاقوام وكل الامم تحاربت وصارت مشاكل داخليه وكذا تعظموا من عدو وتبنوا من عدو دين وهمي ما انزل الله فيه من سلطان. هذا روحوا عاد وضعك شوف وضعكم انتم بالتواصل شنو شوف كملت القران بالتوحيد انتم ما حد بالتوحيد وقاعد يتوسلون بالقبور وتسجدون لهم وكذا وقال ابن العاص وحتى حتى يزيد وقال مدري منو وقال كذا لعظة بالأشخاص. انت روح شوف ماكو مشكلة ما في مشكلة. سيد لحظة وقف اخونا ابن الفاروق اخونا حبيب ابن الفاروق اخونا اسمع. اولا انت تقول انت واحد طايح حظك وتشتمني وقاط ورباط وما اعرف والله طايح حظك ظالم وظل. انت ظالم وظل وهذا العالم الخبل اللي قاعد يمشون وراك ما يدرون انت باكر بجهنم وانت باكر مصدر من عندك. اسمح لي بس اسمح لي انت الان اسمع اخونا شكرا لك اخونا الحبيب. انت الان تتناولني انا بدل ما ارد عليك الاساءة بالاساءة انت طرحت جملة من الواضح. انت وجماعتك والملة الجايفة الصعدة وياك لولا هذول خايسين والله يا رجل ما طايح الحظ الا انت وامك هند العاهر وجدك معاوية النجس. مش يا اخواني ارجوكم لان تربية هند وتربية معاوية تربية نفسه تربية قدرة اخونا الفاروق على الطهارة وعلى العهر
ابن الفاروق، اسمع ابن الفاروق ابقى وياي ارجوك. شوف اخونا، انت الان تعتقد انك تنتصر علي بالشتيمه وخايسين ما تنتصر، ترى هذا رفعه لي. لماذا؟ لانني اعاملك باخلاق الاسلام، انت الان تعاملني باخلاق بس خلا خدمك اخونا، خلا اكمل، وتريد مره لا تشتمني والله اعطيك المايك وتشتمني، بس خلي اكمل. الله يرحمك. انا ابغى انصح العالم، هاي اللي قاعد تكفوا ما كفوا وعد اللامي وما ادري شنو، هاني انت انصح هاي العالم ارجع ما يخالف، بس اعطيني مجال خلي اكمل. يا اخي الفاروق، اخي الحبيب الفاروق، يا اخونا الفاروق، اخونا هذا وقت اللامي، صار وقت اللامي مو مشكلة اخونا، بس اعطيني مجال وراها اشتمني واشتم اهلي، ما عندي مشكلة والله. وعي العالم يا استاذ وعد. نعم ممكن اتكلم؟ نعم ممكن اخواني، بس اخواني لحظة، يا ايها المشاهدون الكرام، احنا في زمن في اختبار، في ازمة بالاعلام، هذا الاخ شلون ينجح انه يجركم الى البيئة التي هو تربى فيها؟ فانت هذا لحظة اخونا الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، لحظة اخواني، انا اسأل كل المشاهدين، مررت من محل لبيع العطور فتشم ماذا؟ تشم عطور، تشم رائحة طيبة، واذا مررت الى مزبلة فماذا تشم؟ تشم الرائحة الغير طيبة. احنا بثنا نسعى إلى أنه يكون محل العطور الطيبة، محل للعطور الطيبة، هذا الأخ يريد يفسد، شو نسوي؟ النظفة. إحنا مأمورين بالله عليك، الآن أنت نظف الشيء وإيدك أعزك الله توسخت، شو تسوي؟ تنظفها، تجيب مطهر. فإحنا مأمورين أنه نعامل هؤلاء بالحسنى. أنا أريد أمي وأبي وأريد ذويكم وأرحامكم يدخلون الجنة، شلون يدخلون الجنة؟ بأعمالهم وبأعمال هؤلاء. والله اسمعوني، أنتم تدخلون الجنة نعم بأعمالكم وأعمال هؤلاء. هذا الآن أنا أخذت من حسناته وصارت في ميزاني، أنا ما شتمته، أنا مجرد أفتح الكتاب وأقرأ، ليش تي طايح حظك وما اعرف ايش ولابس لك قاط؟ اولا يا فاهم، انت تقول لابس قاط، انا ما لابس قاط، حتى هاي ما ضبطتها، حتى هاي اخوان انا لابس قاط، انا لابس قميص ورباط، ما لابس قاط، فهاي ايضا ما نجحت. الخروج عن الشخص هذا احسن، احسنت الخروج. فلذلك شوف، انا الان راح ارد عليك الرد الذي تعلمته، اللهم اغفر لهذا الشخص، اللهم ارحمه وارحم والديه، اللهم إنه أساء لي يا رب العالمين، وأنت تعلم أنني أعاملهم بالأخلاق، اللهم إنهم قوم يجهلون، فاغفر لهم يا رب العالمين. الله يغفر لك ولوالديك، والله يعلو حظك، أنا ما أقول يطيح حظك، إن شاء الله حظك طيب، وإن شاء الله الله يرفع مكانتك أخونا. هكذا أدبنا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فأحسنوا تأديبنا. لاحظت؟ هكذا نعاملكم. تفضل أبو هاشم كمل. أحسنت. على العموم إيه، فأبو حاتم الرازي شي يقول؟ أنا بس أبي أبين أن أبو عائشة مولانا لازم وراء كل كلمة تطلبون منه المصدر، لازم تقرون كل حديث خلفه، يعني يعقل يستغل طيبكم، وكل حديث لازم يبتر يغير معناه. على العموم أنا اليوم ناقشته وهو يدري، يقول وكان الحسن بن علي يمشي الأمور بالعراق إلى أن دخل السنة 41 فاحتال معاوية في الحسن بن علي وتلطف له وخوفه هراقة، هراقة يعني شنو؟ راجعوا المعنى هراقة في القرآن وغيرها، هراقة دماء المسلمين، يعني الإسراف في هراقة الدماء، هراقة دماء المسلمين وهتك حرمهم، يعني هتك الأعراب مثل ما سووا في واقعة الحرة هتكوا أعراب بنات الصحابة.
وهتك حرمهم وذهاب أموالهم أن يأكلوا أموال الناس بالباطل إن لم يسلم الأمر لمعاوية. ماكو صلح ما صلح، أنتوا تفكرون الصلح، الصلح لم يأتي إلا بعد أن الإمام الحسن رأى أن أكو خطورة بأن هذا هدد بهراقة دماء المسلمين وبهتك أعراضهم وذهاب أموالهم، فالإمام الحسن أراد أن يحافظ على دماء المسلمين وأموال المسلمين وهتك وذهاب أموالهم إن لم يسلم الأمر لمعاوية. فاختار الحسن ما عند الله اللي هو اختيار الحسن على ما عند الدنيا اللي هو اختيار معاوية، وسلم الأمر لمعاوية يوم الأثنين في 5 ليال بقين من ربيع الأول 41، واستوى الأمر لمعاوية حينئذ، وسميت هذه السنة سنة الجماعة اللي ما يقول أهل سنة الجماعة هذا. وبقي معاوية في إمارته تلك إلى أن مات يوم الخميس 8 بقين من رجب 60، وقد قيل أنه كذا مات إلى آخره. فإذا أي هذا الكلام النرجسي اللي يقول لكم عن أبو عائشة يحبون بعض؟ بس أبقى يا أبو هاشم أستاذ من فلسطين عمار، قبل الأخ أبو عائشة وقبل أن أقدم الأخ أبو أحمد، يا أستاذ من فلسطين، هل أنت مع معاوية أم أنك مع الطرف الآخر وأم أنك مع يزيد؟ يا أخي الآن القدس قرأ من كتبكم أن معاوية كان يخوف الناس وأن الحسن اختار الله، فأنت مع من يا أخ عمار؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عمار علي من فلسطين. حياك الله عمار. قبل أن أجيبك على هذا السؤال، فقط أعقب على كلامكم بالنسبة إلى قيام الرسول كما تدعون أنه يكون بسب المؤمنين ولعنهم. أولا الرسول إذا لعن شخص وهذا الشخص تاب، كيف تريد من الله أن يستجيب هذا الدعاء وشخص ودعاء وهذا الشخص تاب؟ يعني افرض أن شخص مثلا حارب المسلمين والرسول لعنه ثم تاب، وانت في هذه الحاله تحاول يعني الله يعني البخاري يكذب على الرسول، وبالتالي هذه الشبهه لا ليش المقاطعه؟ يعني ليش شايف كيف يعني البخاري يكذب؟ يعني معناه كلامك ان البخاري يكذب على الرسول؟ لا لم اكمل كلامي، اصبر كلي اصبر. الله يقول في القران يبدل سيئات حسنات، يعني اذا الرسول لعن انسان كان يحارب المسلمين وهذا انسان تاب خلاص انتهى الموضوع، فهذه الحاله تبدل سيئات وحسنات، فبالتالي هذه الشبهه اللي طرحتوها هي تبخرت ذهبت أدراج الرياح. أما بالنسبة إلى قضية عمار لان بالروايه البتر كل انسان تاب كيف تريد من لا يستمر لعن الرسول يقول هذا الشخص تاب يقول اسمع لا تكذب ما يصير تب الروايه لا اما بالنسبه الى قضيه معاويه السيده عمار لحظه خليه يجاوبك على النقطه الاولى صوته غير انا لا استطيع اسمع صوته لا تسمع المستمع يستمع خله لا تسمع يا اخي الرواية تقول ما أرى مثل ما أرى من هذين الخيرين، يعني لم أرى مثل ما أرى من هذين الخيرين، يعني هذين أفضل الصحابة. عائشة تقول أنت تقول يتوب عليه، فسبه كان حسب الرواية لأفضل ولعنه لأفضل الصحابة. لا تكذبون في الروايات، ما يجوز تكذبون الصحابة بطل هذا مو ما كان تقول. لا اسمعني يعني شوف اسمعني السيدة عائشة في هذين الرجلين بأخطأ ثم يا عمي يا عمي رسول الله يلعن مسلم ما يجوز اسمع أدري مسلم يجوز لعن المسلم يا عمار يجوز لعن المسلم والله ورسول لعنهم عندما كانوا يحاربون يا عمار يجوز لعن المسلم يا اخوان ترى ما يجوز لعن المسلم هذا ولا يجوز لعن من لا يستحق اللعن. والسيدة عائشة تقول هذين الرجلين من افضل رجال قريش، ما لقيت مثلهم ما افضل منهم، هذيل أخير رجال قريش، كيف يلعن أخير الناس؟ طيب بس لحظة لا تتعبون بالحديث
أبو هاشم القصر أفضل رجال من ناحية عمار يعني مثلا أبو جهل كان أفضل رجال مثلا من ناحية المال مثلا أبو لهب كان أسوأ رجال يا أمي أبو لهب كان أسوأ رجال شو كان أحسن رجال أبو هاشم لا يكذب هذا أبو الله يقول تمت يدا أبي لهب وتم يقول أفضل الرجال هذا حتى حتى على القرآن يكذب لحظة أبو هاشم والله ما ليس عندي الكثير من الوقت اللي يمكن أن أتابع فيما قلناه أفضل لا يجوز أن تفسر الأمور أجيب على سؤال الحج وائل أجيب على سؤال بس لحظة بس ثواني يا أخوان بس ثواني وأرجع لك أخونا أنت اللي تتكلم بس لحظة أخونا عمار أناشدك الله أنت تقول أن هؤلاء كفار أو هؤلاء مشركين وتابوا أو هؤلاء كانوا يحاربون شنو دليلك العلمي بالسند الصحيح أن هؤلاء كانوا مشركين ولا كفار وتابوا مع المصدر والصفحة؟ نعم أولاً الحديث الذي قال الرسول لم يتكلم عن هؤلاء الاثنين فقط يقول أيما مسلم أيما مسلم سببته يعني ليس فقط هؤلاء علين هذيلة هذا شكل آخر علين هذيلة علينا بالواقع بالخارج تروح الى موضوع ثاني علينا بالواقع بالخارج الواقع بالخارج كيف اجيبك ليش تروح عند مكان ثاني كيف اجيبك شنو انت ما عندكم جواب ما عندكم جواب علمي تكلم عن الواقع ان الجواب رسول الله حقيقه رسول الله حقيقه بس اوضح لك حتى تجاوب على السؤال رسول الله حقيقه وصدقا حسب الروايه حقيقه في الخارج لعن مسلمين من أخير المسلمين أخير المسلمين سويتم كفار سويتم منافقين يقول السيدة عائشة يقول لم أرى مثل ما رأيت بها أخير من هذين وأنت سببتهما لعنتهما ولعن أخير المسلمين لعن أخير المسلمين يا أخي اتق الله لا تكذبون على رسول الله تفضل سأجيبك عمار سأجيبك تفضل نعم أولا الرسول كان يلعن المشركين بعض المشركين يا أخي رجع آمن وبالتالي تبدل سيئاتهم حسنات يعني لعنة الرسول تحولت إلى ماذا تحولت إلى ما يطلق عليهم ليش أن كانوا مشركين كانوا كفار وأسلموا يا أخي أين الإشكال في مؤمنين من قال أنهم مشركين يا أخ عمار من قال أنهما من المشركين من قال نعم الحديث واضح يقول لك أيما مسلم يعني مش من هؤلاء الاثنين يقول أيما مسلم بشكل عام لم يتكلم عن هؤلاء الاثنين أيوة يقول مسلم يقول لك يقول أيما مسلم أيما مسلم يعني مسلمين نعم مسلمين كل المسلمين بشكل عام لا هو لا معاشة تقول أصابة من الخير عمي عاش نعم النبي يقول بس اسمعني أخونا عمار اسمع النبي يقول أي مسلم ألعنه بدل إلى هي تقول أصاب هذان يعني هذان من الكفار هو النبي يقول من المسلمين يعني ما يصير مو الناس احترموا عقوله ترمونا يا جماعة احترموا عقولنا يا جماعة الحديث سأجيبك لكن المشكلة المقاطعة ما في مقاطعة بعد ذنكم يا أخي يعني كان هناك شخص مسلم أنتم تقولون المسلم هو مسلم في الظاهر أنتم دائما تقولون لنا المسلم هو مسلم في الظاهر ولكن في الباطن قد لا يكون هل تراجعتم عن كلامكم؟ يعني مسلم في الظاهر وهو حسب كلامكم أنتم طبعا ولكن في الباطن كافر أزوان نعم لعمار سؤال ممكن أتكلم؟ هل بس لحظة خلي كلام الله عليه وآله يسب ويلعن من لا يستحق السب واللعن أحسنت جاوبني يا عمار نعم الجواب نعم يحدث كيف لكن كيف لازم أن تفهم كيف الآلية أو كيف أعوذ بالله رسول الله يسب ويلعن من لا يستحق اللعن لن أجيبك إذا كنت تقاطع كيف سأجيبك أنا أصبر يعني الرسول لم يعلم أن هذا الشخص قد تاب. قلت نعم. الرسول لم يعلم أن هذا الشخص قد تاب. كان اعتقد الرسول أن هذا لا يزال يحارب المسلمين ويسب المسلمين. فالرسول لا ولكن الرسول هل من وين هذا لم يعتقد من وين لم يعرف من وين يعتقد من وين يعتقد من المسلمين
من وين يعتقد؟ وين يعتقد انه ليس رسالك؟ كلم عن الرسول هذا. أعيد السؤال يمكن ما فهم السؤال. أعيد السؤال. هل رسول الله يسب ويلعن من لا يستحق السب واللعن؟ من لا يستحق السب واللعن؟ جاوب. نعم، إذا كان الرسول لا، نعم يحدث هذا. إذا كان الرسول لم يعلم أنه هذا تاب ولا يستحق اللعن، كان يعتقد أنه لا زال كافر ولا زال يسب الله ولا زال يحارب يعني المسلمين. رسول الله يسب ويلعن أي واحد يستحق وما يستحق يا أخي. الرسول لا يعلم ولم يعلم. والله ما نرضى هذا في رسولنا يبقى. هذا نصرة لرسول الله. والله ما نرضى أن رسول الله يكون كذا. على خلق عظيم. هذه وين وديتها يا حبيبي؟ تفضل استاذ عاطف تفضل. بس خلونا اعطونا مجال يا جماعه ما تكلمنا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب يا استاذ وعد، يعني انت يعني تست